بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من مدينة العاديات بولاية سيب، ويسرنا أن ننقل لكم وقائع المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل، حيث يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ويشمل برعايته السامية الكريمة المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل، والذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلاً بالخيالة السلطانية العمانية ويحضر المهرجان عدد من أصحاب السمو ورئيساء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والمكرمون أعضاء. ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وكبار الضباط من عسكريين ومدنيين. مشاهدين الكرام، يتضمن المهرجان إقامة سباق للخيل تشتمل على ستة أشواط. الشوط الأول سباق محافظة الوسطى للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1100 متر. الشوط الثاني سباق محافظة جنوب الباطنة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على كأس الاتحاد الدولي للفرسان والفارسات الهواة الفيجنتري، ويأتي ضمن سلسلة البطولة العالمية لسباقات الفارسات الهاويات، والذي سينطلق من السلطنة بمشاركة 11 دولة. أما الشوط الثالث فهو سباق محافظة شمال الشرقية للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر. والشوط الرابع سباق محافظة البريمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر. أما الشوط الخامس فهو سباق محافظة الظاهرة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، وخصص هذا الشوط لملاك الخيل الفائزة خيولهم بالمراكز الأولى في سباقات الموسم الحالي 2011-2012. الشوط السادس سباق محافظة الداخلية للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وخصص هذا الشوط للعام الحالي للفارسات. وتتخلل أشواط السباق الستة فقرات متنوعة في مختلف أنشطة الفروسية يقدمها فرسان وفارسات الخيالة السلطانية، ممزوجة بأناشيد وتغاريد ترافقها معزوفات موسيقية شجية مستوحاة من عبق الفنون العمانية التقليدية والعالمية. ومن الفقرات أيضا مشاهدينا الكرام التي ستقدم في هذا المهرجان استعراض للعربات التي تجرها الخيول مع الركب المشترك وركب الاحتفالات، واستعراض جر المدافع بالخيول، واستعراض لركوب الخيل لفرقة الخيالة الراكبة، وسباق استعراضي للخيول الأيزلندية، واستعراض فروسية ذوي الإعاقة، وسباق استعراضي للخيل بدون سرج. ويشارك في هذا المهرجان 2900
41 مشاركا من بينهم 1200 طالب وطالبة. أما عدد الخيول المشاركة في هذا المهرجان فيصل إلى 841 خيلا. مشاهدينا الكرام، يشاركني في هذا النقل زميلي إبراهيم بن سيف العزري. شكرا لك داود، وما زلنا مشاهدينا الكرام ننقل لكم ونحييكم من مدينة العاديات. أيها الأخوة، وصل الآن في هذه اللحظات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. الذي يتفضل فيشمل برعايته السامية المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل، حيث يأتي المهرجان هذا العام في حلة جديدة، فهناك العديد من الفقرات التي استحدثت، ونذكر هنا تخصيص الشوط الرئيسي، شوط كأس صاحب الجلالة السلطان المعظم للفارسات. كذلك أيضا يتميز مهرجان هذا العام بتخصيص شوط من أشواطه للمنافسة على كأس الاتحاد الدولي للفرسان والفارسات الهواة الفيجنتري، حيث تبدأ سلسلة سباقات الفيجنتري هذا العام من هنا من السلطنة، وتحديدا من هذا المهرجان السلطاني الذي يقام بمدينة العاديات في ولاية السيب. أيضا هناك مشاركة فاعلة للفارسة العمانية ستكون هنا لأول مرة في استعراض سباق العربات بجانب الفرسان.
مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، حفظكم الله ورعاكم. مع إطلالة العام الميلادي الجديد وسيراً على تقليد سام أرسيتموه جلالتكم، تزدان مدينة العاديات استبشاراً وتزهو الخيل والفرسان افتخاراً، وهي تزف التهنئة لجلالتكم بداية العام ليكون بإذن الله عام سلام وإنجاز للوطن بقيادة جلالتكم الحكيمة، حيث يستمر ألق الفارس العماني ويزداد لمعانا معدن الفارسة العمانية التي أراد لها مقامكم السامي مكانة أكبر ومشاركة أوسع في يوم الخيل المعقود على نواصيها الخير. ينطلق الآن المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل يناير 2012 بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة. انطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الأول بمشاركة السيف قبس الرشيق أثير فيكتور هوغي متفاني مهباش واثق روبي دي كارير قدير. هذه هي المجموعة المشاركة والمتنافسة معنا، والصدارة تذهب لصالح قبس الآن في المركز الأول. قبس للخيالة السلطانية بقيادة أحمد الحضرمي ياتي في المركز الثاني الآن، واثق أيضا يصل إلى المجموعة المتصدرة. إذا ياتي السيف أيضا في المركز الثاني من الخارج الآن، فيما لا يزال قبس يتصدر المجموعة. إذا مع دخول الخط المستقيم الآن قبس في الصدارة الآن، وفي المركز الثاني الرشيق من الخارج الآن. قبس لا يزال متصدر من الجهة الداخلية مع محاولات من قبل الفارس أحمد الحضرمي في تعزيز الفارق بينه وبين أقرب منافسي، ومع دخول الخط المستقيم تختلف المراكز الآن. ياتي السيف إلى المركز الأول بقيادة المعتصم البلوشي. إذا السيف يتصدر الآن ومحاولات مستميتة من قبل المعتصم البلوشي في تعزيز الفارق بينه وبين أقرب منافسيه وهو أثير. إذا السيف من الداخل الآن وقدير من الخارج. ونعم السيف أصدق أنباء من الكتب. إذا السيف يحسم نتيجة الشوط الأول لصالح بقيادة موفقة من لدن الفارس المعتصم بن سعيد البلوشي. على ميدان الاستعراض تنطلق مسيرة الهمبل تزامنا مع دخول الفارسات التي سيتنافسن على كأس فيجنتري العالمي أمام المقصورة السلطانية، ومباشرة بعد ذلك نتابع ركبا عسكريا للأطفال. إذن كما تابعنا انتهى الشوط الأول وتمكن السيف من حسم النتيجة لصالحي. في هذه الأثناء تعود الخيول المشاركة في هذا الشوط أمام المقصورة السلطانية. السيف الذي أخذ الصدارة في آخر 400 متر بقيادة المعتصم بن سعيد البلوشي، فيما أيضا جاء قدير في المركز الثاني في آخر 200 متر. إذن هذه هي الخيول المشاركة معنا في الشوط الأول تعود الآن بعد أن تنافست على مجريات سباق محافظة الوسطى للخيول العربية الأصيلة والذي خصص على مسافة 1100 متر، وتمكن السيف من حسم نتيجة الشوط لصالحه بتوقيت وقدره دقيقة وعشرون ثانية. Oh,
هذه الأثناء وصلتنا النتيجة النهائية بعد أن تم اعتمادها من قبل لجنة السباق والتحكيم على مجريات الشوط الأول الذي انتهى قبل قليل وسمي بسباق محافظة الوسطى للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1100 متر، وجاءت النتيجة كالتالي: المركز الأول الجواد رقم 1 السيف من الخيالة السلطانية والقيادة للمعتصم بن سعيد البلوشي والتدريب لسالم بن حمود الحكماني، أما المركز الثاني فكان من نصيب الجواد رقم 10 قدير من الخيالة السلطانية والقيادة للفارس أنس بن سالم السيابي التدريب لسالم بن حمود الحكماني، أما المركز الثالث فكان من نصيب الجواد رقم 7 مهباش من شرطة عمان السلطانية والقيادة لحسني بن مبارك الحجري والتدريب لمحمد بن سالم الغنيمي، أما المركز الرابع فكان من نصيب الجواد رقم 6 متفاني من الخيالة السلطانية والقيادة لأسعد بن علي السيابي التدريب لسعيد بن بطي البادي، أما المركز الخامس فكان من نصيب الجواد رقم 9 روبي دي كارير من شرطة عمان السلطانية القيادة لعامر بن سالم الغنيمي والتدريب لمحمد بن سالم الغنيمي. محافظة جنوب الباطنة للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر مخصص للفارسات الهواة كاس الفيجنتري، هناك 12 فارسة من مختلف دول العالم تشارك في هذا الشوط على مسافة 1600 متر. يعتبر هذا الشوط هو السباق الأول من سلسلة البطولة العالمية للفارسات الهواة لعام 2012، وفي هذه الأثناء فتحت البوابات وبدأ التنافس يضم كل من سباق الوصيف سكاري تمجيد هاجس البتراء الوديع سارديوس ملهب عندليب حرير ميزان. الصدارة تذهب لسباق مع ديلفين غارسيا من فرنسا، هذه هي المتصدرة في هذه الأثناء. تاتي سكاري الآن بقيادة جونا جوستيف من السويد في المركز الثاني، إذن سكاري في المركز الثاني الآن، سكاري في المركز الثاني، سباق لا يزال متصدر بقيادة ديلفين غارسيا من فرنسا. يأتي الآن سكاري على حساب سباق، يتصدر سكاري الآن مع جونا جوستفيد من السويد، إذن سكاري يتصدر وسباق في المركز الثاني، فيما يأتي تمجيد في المركز الثالث. هذه هي المجموعة المتصدرة حتى الآن، إذن كما نلاحظ أمامنا في الشاشة سباق يأتي من الداخل، وفي المركز الثاني يأتي أيضا سكاري. سكاري يتصدر الآن من المرة أخرى، إذا كرا وفر بين سكاري وسباق.
سكاري ياخذ الصدارة مرة أخرى الآن، وسباق يتراجع الآن إلى المركز الثاني. إذن سباق يتراجع إلى المركز الثاني فيما لا يزال سكاري بقيادة جونا جوستفين من السويد في المركز الأول، وقدوم للوصيف مع جيسيا مارسيس من إيطاليا. الوصيف من الخارج الآن يصل إلى المركز الثالث. إذن الوصيف يصل إلى المركز الثالث الآن فيما لا يزال سكاري يقود الخيول المشاركة في هذا الشوط. تتبدل المراكز في هذه الأثناء، ويخطف سباق الصدارة الآن. سباق يخطف الصدارة الآن مرة أخرى فيما يتراجع سكاري إلى المركز الثاني. هناك الوصيف الآن يحاول محاولات للوصيف من الخارج الآن. محاولات للوصيف من الخارج فيما لا يزال سباق متصدر. إذن هذه هي المجموعة المتصدرة. سكاري الآن والوصيف من الخارج. سكاري والوصيف من الخارج ويحسمها. إذن سكاري في المركز الأول ويكتفي الوصيف بالمركز الثاني. هذه هي النتيجة المبدئية التي انتهى بها الشوط الثاني، والذي خصص للفارسات الهواء على كاس الفيجنتري، وكما ذكرنا بأنه السباق الأول من سلسلة البطولة العالمية للفارسات الهواء لعام 2012. تدخل الآن إلى ميدان الاستعراض الخيول الأيسلندية، تليها عودة إلى التراث العماني العريق مع فن التحريب، ومن ثم ركب الاحتفالات العسكرية المشترك. وصلتنا في هذه الأثناء النتيجة النهائية والرسمية بعد أن تم اعتمادها من قبل لجنة السباق والتحكيم، وجاءت كالتالي: المركز الأول الجواد رقم 3 سكاري، والمركز الثاني الجواد رقم 2 الوصيف، المركز الثالث الجواد رقم 4 تمجيد، والمركز الرابع الجواد رقم 1 سباق.
استعداد الفرسان لمجريات الشوط الثالث، نتابع على ميدان الاستعراض استعراضا لمهارات الفروسية الأولمبية. خاصة في الخيول التي تشارك سواء في سباقات قفز الحواجز الدولية وأيضا أدب الخيل الذي يعرف عالميا بالدريساج، وهو من الرياضات الغربية التي تشارك فيها الخيال السلطانية منذ فترة طويلة. وكما تلاحظون هذه الرياضة تمثل الأناقة في الأداء وطريقة الركوب على الخيل. الثالث سباق محافظة شمال الشرقية، فتحت البوابات الآن وبدأ التنافس يجمع بين كل من أولمبيك سيتي، ميستر فاسليف، وبولتي جليس، سكاي وارد، داز رايز، فيو قروم، اتلانتيك بريف، فايف سنت، جونكي داكس، ليب بارتي سكوير. هذه هي الخيول المشاركة معنا في هذا الشوط. هناك انسحاب للجواد رقم 2 باتريوتيك، ويحل محله من قائمة الاحتياط مستر فاسليف. الصدارة تذهب الآن لصالح الجواد أولمبيك سيتي. أولمبيك سيتي مع إبراهيم بن خميس المقبالي يقود القيادة المشاركة معنا في هذا الشوط. يأتي إلى المركز الثاني سكاي ووردرز. سكاي ووردرز مع ماهر بن جمعة البلوشي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث هناك اتلانتيك بريف من الخيالة السلطانية. هذه هي المجموعة المتصدرة حتى الآن، لا يزال أولمبيك سيتي متصدر. إذن أولمبيك سيتي في المركز الأول وإتلانتيك بريف في المركز الثاني حتى الآن، ليصل الآن فايف سنت إلى المركز الثاني. يأتي فايف سنت إلى المركز الثاني، يسير ندا بند الآن مع إتلانتيك بريف. هذه هي المجموعة المتصدرة حتى الآن. إذن إتلانتيك بريف وفايف سنت، إتلانتيك بريف متصدر، فايف سنت الآن يحاول من الجهة الخارجية، فيما لا يزال سكاي ووردرز في موقع جيد مع دخول الخط المستقيم. الآن مع دخول الخط المستقيم لا تزال محاولات اتلانتيك مستمرة، محاولات اتلانتيك مستمرة، وسكاي ووردرز يحاول جاهدا أن يأتي في موقع متصدر. يظهر الآن رقم سبعة اتلانتيك بريف. إذن اتلانتيك بريف وفي المركز الثاني رقم 4 سكاي ووردرز.
أجود الخيول العربية الأصيلة التي حصدت جوائز عديدة على المستوى العالمي والإقليمي في الجمال. تستعرض جمالها أمام المقصورة السلطانية. يتقدمهم الأكحلتك، تليه خلابة، ومن ثم رثاء، وأبا سيمون، ورؤى، أبلوسة، وأندلسي. وأيضا خلال هذه اللحظات وعلى ميدان الاستعراض نتابع مجموعة متنوعة من سلالات الخيل والأفحل والأفراس الحوامل والأمهار، حيث يشكلون لوحة من الجمال الباهر. الشوط الثالث الذي انتهى قبل قليل وجاءت كالتالي: المركز الأول كان من نصيب الجواد رقم 4 سكاي ووردرز لمالكه هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، والقيادة لماهر بن جمعة البلوشي، التدريب لسلطان بن راشد الحجري. أما المركز الثاني فكان من نصيب الجواد رقم 9 جون كيداتس لمالكه أسعد بن عبد الله المسكري، والقيادة لساعد بن نقي الحجري، التدريب لجابر بن سعيد المسكري. أما المركز الثالث فكان من نصيب الجواد رقم 8 5 سنت من للخيالة السلطانية، والقيادة لمونس بن سالم السيابي، التدريب لسعيد بن بطلبادي. إذن تلك كانت النتيجة النهائية والرسمية للشوط الثالث الذي انتهى قبل قليل. مشاركة للفارسات في استعراض عربات السباق، يليه عرض لجر المدافع، ومن ثم تشكيلات من العربات المختلفة تجرها البغال الأندلسية وحيوان اللام. We'll be right back.
تشكيلات مختلفة من العربات تجرها البغال الأندلسية بأول مشاركة لها في المهرجان السلطاني. إضافة إلى البغال الأندلسية هنالك الكلاب وحيوان اللاما. هذا العرض يجسد التوافق بين مختلف أنواع الحيوانات الأليفة ومدى تعايشها مع بعضها البعض وأيضا مع الإنسان وتكيفها مع البيئة العمانية. فنية جميلة تشكلها فرقة الخيالة النسائية الراكبة في أول مشاركة لها بالمهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل. يليها الشوط الرابع. أوائل الفرق النسائية على مستوى المنطقة، حيث أن الخيالة السلطانية من أوائل الجهات التي أعطت للمرأة دورا في مسيرة العطاء والبناء مع أخيها الرجل. We'll be right back.
الرابع سباق محافظة البريمي للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر. جميع الخيول الآن في بوابات الانطلاق، فتحت البوابات وانطلق التنافس يجمع بين كل من محال: شريف لتوى، الشريف سكيفيوس، فلك وأميرة تكرر وفيزر ديستيستس ورشيقة ومدلل. هذه هي الخيول المشاركة معنا في الشوط الرابع سباق محافظة البريمي للخيول العربية الأصيلة، وأقوى المرشحين فلك من شرطة عمان السلطانية، ويتصدر الآن محال من الداخل مع هلال بن سعيد الكلباني. إذن محال في الصدارة الآن، وشريف لتوى في المركز الثاني. خيول الخيالة السلطانية الآن متصدرة، ويأتي فلك إلى المركز الثالث الآن. إذن يأتي فلك إلى المركز الثالث فيما لا يزال محال في المركز الأول بقيادة هلال بن سعيد الكلباني، وفي المركز الثاني شريف لتوى بقيادة ياسر الجابري. إذن لا تزال خيول الخيالة السلطانية الآن تأخذ زمام المبادرة منذ البداية، ولا تزال في صدارة المجموعة. إذن محال لا يزال متصدر، وشريف لتوى في المركز الثاني، وفلك يصل كما قلنا إلى المركز الثالث. يصل فلك الآن إلى المركز الثالث، وفلك من شرطة عمان السلطانية بقيادة عامر بن سالم الغنيمي. محال لا يزال مع هلال الكلباني من الداخل، محال من الداخل، وشريف لتوى من الخارج. هذه هي المجموعة المتصدرة. إذن محال، وتصل أيضا رشيقة الآن ضمن المجموعة المتصدرة. رشيقة بقيادة أسعد بن علي السيابي تصل إلى المجموعة المتصدرة، والآن عند الخط المستقيم. مرحلة الحسم الآن، مرحلة الحسم، مرحلة تباين المراكز الآن، والصدارة تذهب لرشيقة. الصدارة إذن لرشيقة، ويتراجع محال إلى المركز الثاني فيما فلك لا يزال في المركز الثالث. هذه هي إذن نتيجة الشوط الآن. رشيقة، رشيقة إلى المركز الأول، رشيقة بقيادة أسعد السيابي. رشيقة أم فلك؟ رشيقة أم فلك؟ رشيقة أم فلك؟ ورشيقة، نعم رشيقة اسم على مسمى. إذن رشيقة تحسم الشوط لصالحها بقيادة أسعد بن علي السيابي وبإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. إذن رشيقة من الخيالة السلطانية تظفر بنتيجة الشوط الرابع سباق محافظة البريمي للخيول العربية الأصيلة، وفي المركز الثاني حل فلك من شرطة عمان السلطانية. إذن هذه هي النتيجة المبدئية التي انتهى بها الشوط الرابع قبل قليل، وحسمت رشيقة النتيجة لصالحها بتوقيت وقدره 2:05 على مسافة الميل. السباق والتحكيم على مجريات الشوط الرابع الذي انتهى قبل قليل، وسمي بسباق محافظة البريمي للخيول العربية الأصيلة، وجاءت كالتالي: المركز الأول الجواد رقم 9 رشيقة من الخيالة السلطانية والقيادة لأسعد بن علي السيابي، التدريب لسالم بن حمود الحكماني. المركز الثاني الجواد رقم 5 فلك من شرطة عمان السلطانية، القيادة لعامر بن سالم الغنيمي والتدريب لمحمد بن سالم الغنيمي. أما المركز الثالث فكان من نصيب الجواد رقم 1 محال من الخيالة السلطانية، والقيادة لهلال بن سعيد الكلباني، والتدريب لسالم بن حمود الحكماني. إذن كانت تلك نتيجة الشوط الرابع الذي انتهى قبل قليل، بعد أن تم اعتمادها من قبل لجنة السباق والتحكيم.
السبة من ذيك السيارة وحتى القلب مال الليل شايف. ريك ما في وانا وصل الإشارة من بدري المرور ما كان حاضر. ريك ما في وانا وصل الإشارة من بدري المرور ما كان حاضر. تنطلق الآن مجموعة من السباقات المتتالية، بداية مع سباق الخيول الأيسلندية، يليه سباق المرح للأطفال، ومن ثم سباق النعم. تدخل الآن العربة التي تقل الفرسان ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار، حيث يجسدون التحدي والتصميم وقوة الإرادة في المشاركة بكافة الأنشطة، حيث أثبت علميا بأن ركوب الخيل يعد علاجا فعالا لذوي الإعاقة.
حيث أنه يحسن التوازن ويقوي العضلات ويزيد السيطرة على وضعية الجسم وفوائد أخرى كثيرة. بدأ برنامج العلاج بركوب الخيل لأول مرة في السلطنة في شهر أكتوبر من عام 2010، وكان ذلك في قسم العلاج الوظيفي بمستشفى القوات المسلحة بالتعاون مع مدرعات سلطان عمان. مع استعداد الفرسان لانطلاق الشوط الخامس نتابع على ميدان الاستعراض مسابقة البريد السريع الذي يقدم لأول مرة في ميدان العاديات ويجسد طريقة إيصال البريد قديما. الخيل الحاصلة خيولهم على المراكز الأولى في سباقات الموسم الحالي 2011-2012 وأقوى المرشحين لهذا الشوط الأزارة ماتشس الذي يحمل رقم 2 والرقم 4 كريسيسوا، وهناك رقم 5 أكحل، وربما يأتي جبل لقفار بمفاجأة في هذا الشوط. الصدارة تذهب لأقوى المرشحين الآن كريسيسوا لخالد بن محمد بن خسرو زمان بقيادة عمار البلوشي. إذن كريسيسوا وأكورنت أفير الآن، كريسيسوا وأكورنت أفير، أكورنت أفير
مع سبيستان سوراويرا. كنت أفير ياتي الآن إلى المركز الأول كريسيس، والآن في المركز الثاني. هذه هي المجموعة المتصدرة. الأزار أم اتش أيضا يصل إلى خط المنافسة الآن. الأزار أم اتش وكريسيس وأكونت أفير المجموعة المتصدرة حتى الآن. إذن الأزار وأكونت أفير وكريسيس ينفردان بالمراكز الثلاثة الأولى كما هو واضح أمامنا في الشاشة الآن. من الخارج ياتي كريسيس ومن الخارج، ومن الداخل أكونت أفير والأزار أم اتش من الداخل، الثلاث مراكز الأولى. إذن مع بداية المنعطف الثاني والأخير في هذا الشوط ينفردان الآن. كريسيس يذهب إلى المركز الأول وفي المركز الثاني الأزار أم اتش. إذن هذه هي المجموعة المتصدرة حتى الآن بدخول الخط المستقيم. الآن بدخول الخط المستقيم الأزار أم اتش لسالم بن سعد المخيني بقيادة ماهر البلوشي. الأزار أم اتش، الأزار أم اتش وكريسيس، الأزار أم اتش وكريسيس، الأزار أم اتش وكريسيس، لمن ستكون الكلمة؟ إذا محاولات مستميتة من كريسيس من الخارج والأزار من الداخل. كريسيس من الخارج، وعلى ما يبدو بأن الأزار يحسمها، فعلا يحسمها الأزار في المركز الأول بقيادة ماهر بن جمعة البلوشي لمالكه سالم بن سعد المخيني والتدريب لمحمد بن سالم السيابي. فيما جاء في المركز الثاني الجواد رقم 4 كريسيس لمالكه خالد بن محمد بن خسر زمان، والقيادة لعمار بن عبد الرحيم البلوشي والتدريب لعبد الله بن سعيد البلوشي. إذن كانت هذه النتيجة المبدئية التي انتهى بها الشوط الخامس قبل قليل. تمر الآن أمام المقصورة السلطانية عربة تقل الفرسان المجيدين والحاصلين على جوائز عالمية من خلال مشاركاتهم في كافة الأقطار، حاملين بكل فخر الكؤوس التي حصلوا عليها خلال العام المنصرم، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لجلالة السلطان المعظم على رعايته الدائمة. الفائزين عالميا يمثلون أقسام السباق والقدرة والتحمل وجمال الخيل. استعراض لعدد من المهارات الفروسية، يليها سباق للخيول بدون سرج، هذا السباق الذي يقدم لأول مرة في ميدان العاديات.
سباق الخيل بدون سرج يعتبر من السباقات التي تبرز مهارة الفارس العماني في التحكم في وضعيته وهو على ظهر الخيل وأيضا التوازن من على ظهر الخيل. نتابع الآن استعراض مشترك يجمع فرقتي موسيقى الخيالة السلطانية الأولى والثانية، يليه الركب الموسيقي المشترك الذي يجسد فنون التشكيلات الجماعية ممزوجة بالألحان الموسيقية الرائعة. الداخلية للخيول العربية الأصيلة على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله مخصص للفارسات. إذن جميع الخيول الآن قد أخذت مواقعها في جهاز الانطلاقة، ما هي إلا لحظات وتفتح البوابات ليبدأ التنافس يجمع بين كل من فصيح وورع وردان وضفاف وأجدل وبدر الدجا وبارع والحاسمة وسوية. أقوى الترشيحات تنصب لصالح الجواد رقم 5 أجدل الذي تقوده الفارسة فاطمة بنت راشد المنجية. إذن يحتل قائم الترشيحات أجدل بقيادة فاطمة بنت راشد المنجية. هناك أيضا الجواد رقم 8 أيضا الحاسمة بقيادة سعاد الفراجية وبدر الدجا بقيادة أزهار الوردية. إذن هذه هي قائمة ترشيحات شوط الختام سباق محافظة الداخلية للخيول العربية الأصيلة على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه على مسافة الميل، وكما ذكرنا مخصص للفارسات. إذن لازلنا بصدد انتظار فتح البوابات لينطلق التنافس يجمع بين الخيول المشاركة على الكأس الغالية أغلى الكؤوس في سباقات الخيل العمانية. إذن سباق محافظة الداخلية سينطلق بعد لحظات بعد أن اكتملت جميع القيادات في مواقعها في جهاز الانطلاقة.
كما ذكرنا هذا الشوط مخصص للفارسات، شوط كأس الكؤوس، سباق محافظة الداخلية للخيول العربية الأصيلة على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله. ما هي إلا لحظات وتفتح البوابات الآن، فتحت البوابات وبدأ التنافس يضم كل من فصيح ورع ردان ضفاف أجدل بدر الدقا بارع الحاسمة سوية. هذه هي الخيول المشاركة التي انطلقت في تنافس قوية على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله، والصدارة تذهب منذ البداية لصالح الجواد رقم 9 سوية. إذن سوية بقيادة وداد الحارثية تتصدر الشوط عند المنعطف الأول. إذن كما ذكرنا الشوط مخصص للفارسات، ويأتي الآن رقم 8 الحاسمة مع سعاد الفراقية، هناك رادان أيضا مع مروى بنت ناصر اليحيائية، وهناك ورع أيضا في موقع متصدر مع رملة بنت خليل الزدقالية. جميع الخيول الآن في الخط المستقيم المواجه للمقصورة السلطانية، والصدارة الآن لورع بقيادة رملة الزدقالية، والمركز الثاني لرادان بقيادة مروى اليحيائية. هذه هي الصدارة، لا يزال ورع بقيادة رملة الزجالية متصدر. إذن ورع من نسل عامر على فنيسة دي كارير، والقيادة لرملة الزجالية والتدريب بإشراف المدرب سالم بن حمود الحكماني. ما شاء الله تبارك الله، فارق كبير جدا مع دخول الآن القيادة المنعطف الثاني والأخير لها. لا يزال ورع ومحاولات رملة الزجالية في تعزيز الفارق بينها وبين أقرب منافسيها. يأتي إلى المركز الثاني الآن بدر الدقا، إذن يأتي إلى المركز الثاني بدر الدقا مع أزهار الوردية. المحاولات الآن من أزهار الوردية اللحاق برملة مع ورع، إذن لا تزال الصدارة لورع بقيادة رملة الزدقالية، ولكن ربما تكون الكلمة لبدر الدقا الآن. فعلا بدر الدقا الآن يخطف الصدارة، بدر الدقا مع أزهار الوردية، ويأتي إلى المركز الثالث رقم 9 سوية. إذن مع 200 متر الأخيرة الآن بدر الدقا وورع، بدر الدقا ورع، ورع يعاود الآن أن يظفر بالمركز الأول ويحسم النتيجة لصالحه. إذن ورع الذي تصدر منذ الانطلاقة وتراجع في آخر 400 متر ثم عاد ليأخذ زمام الصدارة مرة أخرى في 200 متر الأخيرة، هذا هو أمام الشاشة الآن. إذن ورع يحسم نتيجة الشوط لصالحه بقيادة رملة بن خليل الزدقالية على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله. هذا هو ورع كما رأينا قبل قليل، حسم نتيجة الشوط بتوقيت وقدر دقيقتين و13 ثانية. اللوحة الختامية حيث تنضم لها مسيرة الخيل المشترك التي تضم فريق الصولجان وفريق قفز الحواجز وسباق القدرة والتحمل، تليها العربة التي تجرها 32 خيلا. شريف له أنت تستوجب، وما
ومن حق ذلك يا سيدي يهنى بطلعتك المنصب ومن حق ذلك يا سيدي يهنى بطلعتك المنصب بعهدك قد عز مجد البلاد وقد حان للناس أن يضربوا سلمت عرش العلا فاعتلى وقد طارب الشرق والمغرب وغنى الحمام بلوح الفلا فقام لها القوت والمشرب وغنى الحمام بلوح الفلا فقام لها القوت والمشرب
أوكي. هكذا مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم على الهواء مباشرة الآن. مشاهدينا الكرام، يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، بتسليم الكؤوس للفائزين في أشواط سباق المهرجان السنوي السلطاني لسباق الخيل. وهي 6 أشواط. إذن كما ذكر زميلي مولاي جلالة السلطان المعظم، يتفضل الآن بتسليم الكؤوس للحاصلين على المراكز الأولى في أشواط هذا السباق. الآن تسليم الكاس، كاس الشوط الخامس للفارس ماهر بن جمعة البلوشي مع فارس الجواد الأزار ام اتش. وفي هذه الأثناء يتفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بتسليم كاس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله للفارسة رملة بنت خليل الزدقالية التي وفقت بقيادة ورع بالمركز الأول في سباق محافظة الداخلية للخيول العربية الأصيلة الذي خصص على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله. هكذا مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم على الهواء مباشرة من مدينة العاديات بولاية السيب في محافظة مسقط المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل الذي شمله برعايته السامية الكريمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله
لكم في الختام تحيات طاقم العمل، ومن مخرجي هذا النقل سعيد بن ناصر المالكي، والمخرجين فخر الدين بن عبد المولى المرجان ومحمد بن سالم البكري، ومن زميلي داود بن سليمان القاسمي، ومني إبراهيم بن سيف العزري، لكم أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Out of that.